بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنتكلم على موقع اسمه سيرفي مونكي. الموقع ده بكل اختصار وكل بساطة بنعمل عليه الاستبيانات. يعني انت مثلا عندك منتج وعايز تسأل الناس المنتج ده ايه رأيك فيه وايه المزايا اللي فيه، او عندك بحث علمي فعايز تعرف رأي الناس، او رسالة ماجستير او رسالة دكتوراه فمطلوب منك ان انت تعمل استقصاء او استبيان. فبتكتب الأسئلة والناس بعد كده بتدخل تملأ الأسئلة ديت بالإجابة بتاعتها. وفي مزايا كتيرة جدا البرنامج دوت، ان هو بيقدر يحلل المعلومات، يقدر يديك نسبة قد ايه قالوا اه ونسبة قد ايه قالوا لا، ومين اللي قال نعم ومين اللي قال نعمين، اما نعيمة تقريبا قالت نعمين. فبتقدر بكل سهولة تحلل البيانات ديت. الطريقة اللي هي التقليدية ان انت تكتبها على ملف وورد او ملف اكسل وتبعتها للناس وبعد كده هم حملوها وبعد كده تضيع منهم، دي صعبة شوية. فالطريقة دي هتلاقيها اسهل بكتير، ان هو هيدخل على النت هتديله رابط يدخل عليه يملى الاسئلة ويدوس سيف، خلاص بقت معاك الاجابة كلها. طيب نستخدم الموقع ده ازاي؟ اولا موقع سهل جدا، surveymonkey.com. هتدخل هتقول له انا عايز اسجل، بيقول لك عندك حساب فري بيبقى محدود في كمية الاسئلة وفي حساب بفلوس. تمام، خلينا في الفري دلوقتي. طيب بيقول لي اختار لك اسم، فسمي نفسي عمر سليم، واكيد حد خدها قبل كده فهكتب له رقم 13 مثلا او اي رقم تاني. طيب الباسورد، اي باسورد، تمن نجوم، وبعد كده تكتب الايميل بتاعك. هيبعت لك رسالة تأكيد عشان تظبط الحساب بتاعك. بيفتح لي صفحة افتراضية، انت تقدر تعمل اكتر من استبيان لكذا منتج لكذا حاجة. ممكن تكون مثلا بتعمل رسالة ماجستير او رسالة دكتوراه، تقدر تكتب الاسئلة كلها وتبعتها للناس. طيب هو دلوقتي بيقول لي اكتب الاسم فيرست نيم، الوظيفة مرمطون اي حاجة يعني، جوب ليفل، انت المستواك بتاعك قد ايه. خليني يا عم سيف نكست. اسم المنظمة الارهابية اكتب له بقى القاعدة بقى، ودي نفسك في داهية بيم ارابيا. تمام، بيقول لك اختار نوع المنظمة كومباني، شغالين احنا مع كومباني الفيرسون بريك لو حد متابع. عدد الموظفين اللي عندنا عشان الحسد وبتاع خليهم 99. تمام، تلقص هو انت منتظر تاخد الاجابات في ايه. فاقول مثلا من العملاء بتوعي، من الفاميلي مثلا، زي ما تحب يعني حسب الجمهور المستهدف. بيقول لي انت ممكن تاخد تمبليت جاهز يكون فيه بعض الاسئله السهله، وممكن تبدا من البدايه خالص. طبعا اسهل طبعا ان انت تختار حاجه جاهزه كده، بتبدا من بتلاقي فيه اسئله بجرب بس بتعدل الكلام بس. خلينا نقول له ستارت فروم سكراتش، يعني هبدا من البدايه خالص. طيب اسمي السيرفي ده ايه مثلا؟ ايه رايك في البيتزا مثلا؟ تمام، الحاجه بتاعتنا احنا مثلا كاستمر فيدباك. تمام، كريت سيرفي، هو هيديني رابط ابعته للناس في الاسئله كلها. عامل في بعض الامكانيات هتلاقيها لازم يكون عندك فلوس، يعني تيجي تقول له مثلا عايز اضيف حاجه معينه يقول لك لا ده دي لها فلوس مثلا. هنا بيقول لك ضيف اللوجو. تمام، فخلينا نضيف اي صوره وليكن مثلا الصورة بتاعت فن الكتاب فن العمارة. تمام، ده الصورة اللي هتظهر قبل البحث. طيب هتكتب بقى أول سؤال، تقدر تحط بقى من هنا
تقول مثلا عايز سؤال عن كذا، سؤال عن كذا، تبدا تحط. فقول مثلا اول سؤال نيو كويشن، طيب السؤال الاولاني مثلا كذا، وفي ثلاث اختيارات زي ما انت شايف. فكره سهله وبسيطه، هو مسهلها لك ومديك اختيارات، ان انت مثلا عايز تكتب بولد، عايز تكتب اندرلاين، عايز ايتاليك، عايز تحط لينك، عايز تكست كلر، عايز تحط صوره، زي ما انت عايز. تمام، ده اديت. هقول له مثلا ايه رايك في طبق اليوم؟ ماشي. طبعا انا يعني بكتب اي كلام، بس انت حسب البحث بتاعك. يعني ممكن البحث بتاعك مثلا بيتكلم عن السوبر نوفا، فتقول له هل انت مقتنع بالسوبر نوفا ولا لا؟ لا ده تخاريف. يعني كنت تسال الناس على رايهم. لذيذ، ماسخ، دلع مثلا، دلع. تمام. طيب وممكن نقول له allow more than one answer to this question، يعني خليه ينفع يعلم على كذا واحده في نفس الوقت. يعلم مثلا ان هو لذيذ وماسخ في نفس الوقت، ما تعرفش ازاي. تمام. طيب ممكن تضيف اختيار اذر لو هو مثلا عايز يكتب هو اي حاجه زي ما هو عايز. تمام. طيب خلاص. السايز بتاع السؤال، هل الفلديشن هل ينفع يعدي السؤال ده ولا لا؟ طيب نيكست كويتشن، خلاص كده سيف، وتقدر تضيف اسئله ثانيه. تمام. طيب نيو كويتشن، خلي بالك في انواع كثيره من الاسئله. يعني بدل مالتي شوز، لا انا عايزها مثلا دروب داون. تمام. لا ده انا عايزها مثلا على هيئه رينكينج، انا عايزها على هيئه مثلا سلايدر. تقدر تختار نوع الاسئله تبقى عامله ازاي. تمام. وممكن تقول له لا ده انا عايز بيلدر، عايز مثلا نوع تاني من انواع الاسئله، مثلا ديت اند، عايز اي حاجه من الحاجات دي تقدر تسحبها وتحطها. يعني مثلا عايز تضيف كومن بوكس، تسحب وتحط، تكتب اللي انت عايزه. تمام. طيب خلينا نكتب هنا سؤال مثلا، ما هي وجبتك المفضله؟ مثلا هنا احنا مختارين ليفت سلايد سنتر رايت، يعني هيبقى في سلايد من 0% ماشي. نقدر نخلي السؤال بقى ايه، ما مقدار حبك ل وراك الضفادع؟ تمام. انا ما دوتهاش، ما اعرفش حلو ولا لا. تمام. وتقول له سيف وتنقل على السؤال اللي بعد كده. تقدر تحط اسئله كتيره، وتقدر تختار شكل الاسئله تبقى عامله ازاي. لو انت عايز حاجات لوجيك، لو انت عايز حاجات اختياريه زي مثلا حجم اللوجو. تمام. بيبقى بالشكل ده مثلا. تمام. بعد كده تقول مثلا هو بيقول هنا لو انت عايز تعمل كده هتعمل ابديت. طيب نكست. طيب سكور ماي سيرفي. انا باب سو نايس سو نايس. تمام. بيقول لي بيشوف هو خلصنا قد ايه كونتنت، ايه دي كولكت ريسبونس. بختار بقى ازاي هبعت الاسئله ديت. معلش، هو دلوقتي بيقول لي ايه، اعمل ابجريد عشان عندك مشكله ان انت حاطط لوجو. لو انت عايز تشتغل على الفري لازم تلغي اللوجو دوت. فاقول له خلاص ماشي، الغي اللوجو. تمام. طيب كده انا ماشي من غير لوجو، هقول له نيكست. الخطوه اللي بعد كده، بعد ما اعمل الفري، هقول له بقى ايه، هل انت عايز تبعته من خلال الايميل، ولا عايز تبعت ويب لينك، ولا عايز تبعته للسوشيال ميديا. يعني مثلا انا عايز جيت ويب لينك، ابعت لي اللينك اللي بعته للناس، لما هم يجاوبوا عليه تبدا تظهر. يعني انا هاخد ده كده كوبي وابعته للناس. تمام. وهم اول ما يدخلوا هيلاقوا هيبقى بالشكل دوت. تمام. جزء اول ما يجاوب عليه ويقول دن. تمام.
خلاص هيبدأ يظهر معايا الاستقصاء، يبدأ يظهر ان في حد ملى الاستقصاء دوت مثلا، ممكن 50 واحد يجاوب عليه، فيبدأ اخش بعد كده على انالايز ريزلت فيقول لي النتيجة قد ايه. ده في واحد معرفش هو مين جاوب بدلع، وفي واحد مثلا بيحب الاكل دي بدرجة مقدار قد كده، بيحب الضفادع بمقدار 65%، يعني معرفش ايه اللي خلاها ضفادع وشفاط. المهم يعني دي فكرة السيرفي مونكي باختصار وببساطة، ونشكر المهندس معاذ ان هو يعني ساعدنا في الشرح بفي كفاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.